وصباح الخير يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ صباح السعادة، والله صباح الاشتياق، صباح كل شيء حلو. لك عيني شنو؟ اكيد عرفت العنوان، وان شاء الله قلبنا قاعد يدق. احنا رايحين واول خطواتنا ان شاء الله بلدنا العراق العظيم، وبعد حيات العراق العظيم. بعد شنو؟ طبعا هذا راح العراق وما عنده اي وفقه عراقيه. بعد شنو؟ بعد اكثر من 10 سنوات غربه رايحين العراق. والله ما احكي لكم شنو الشعور، شنو هو الشعور مو طبيعي، شعور ما يوصف. بس اريد اوصل، واشتياق اشتياق خيالي. زين، وان شاء الله راح نشوفكم واحد وواحد، نشوفكم متابعينا في كل مكان ان شاء الله. بنحبكم هواي، ولا تضيعون الفيديوهات اللي راح تنزل، واللي ما مشترك لا تنسونا باللايك والدعم على القناة تكبر بيكم. وتحياتي لكم جميعا، يلا كمل الفيديو. انا بالنسبة لي احلى شيء هاي البهدلة. والله احلى شيء بعد والتوكي ما هذا بعد شو متفهد القضية، راح يقولوا ليش ماكو عربانة. ايش عربانة بالطيارة؟ ما اريد، احنا مجهزين عربانة هناك. هذني كافيات علينا، هذني كافيات صدق والله. اي وها ابقوا ويانا بهذا الفيديو، راح نسولف لكم شنو الخطوات اللي سويناها، وهل ننصحكم تمحون او ما تمحون بهذا الوقت. اوكي ان شاء الله بالمطار نحكي. يلا حسين، القلب خيالي. ليش؟ لان القطار وقف، صار في مشكله ونزلنا وتحويل وما حسيتكم بهذا الوقت. احسن هيك يسوي دي 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 دي. اي والله انا باقي وقت كلش قليل، ان شاء الله نوصل، ان شاء الله نوصل، ان شاء الله. والله بالموت وربك ابكي على التكتات. واخيرا وصلنا المطار، هسه ندور على اسم الشركه اللي راح نطير من عندها نسلمهم الجناط. لك عين الطيران مباشر. وين وين؟ شوفوا الفيديو كملوه. يلا 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 يلا، ما بقى لنا شيء، العالم كلها مسافره. هو للعراق، العراق بعد 10 سنوات. ويلي عليك، عالم كلها مسافر. انا فيديته اللي محضر نفسي فيديته. يلا طبعا لحد الان واقفين سوا. اوكي وبعد ان شاء الله شويه ويجينا الصبح. هسه بدنا نسلم الجنط. راح هذا الجنط يا بس شنو تسليم الجنط. الله يا جن قبل للعراق الرحمن، ما كان بعد زين. احنا وراك بدايات بدايات جايين. يلا هاي طبعا احنا اخذنا يعني وغني وساعدنا الطياره. اوكي راح هسه شنو اخذنا التيكتات. كل شيء جاهز. يلا هسه راح نروح للطياره. يلا خلينا نتوكل. يلا امشي الجنط. وهسه وحسين حيصور. هسه شو حيروح؟ باي باي حسين. هاي شنو هاي فاق على الغنيله مع كوكي. لك كوكي شنو انت شنو الوحيد اللي متونس بتطلع هو هذا كوكي. زين مع الطيارات بقى الطياره شلون طارت. الله 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 كوكا طيارة. كوكا أول ما أشوف الطيارة أول ما أحس بيها ما شاء الله. أنا بعمره زين بعمره أنا ما أعرف شنو الطيارة واقية، ما أعرف سيارة بس كل ما أعرف شنو. يلا هسه إن شاء الله بحط طيارتنا. طيارتنا من ذيك الجهة يقولون هذا طريق السعادة. وصلنا طريق السعادة. ويلي هذه شي طيارة بدنا نمشي. عادي احنا عراقيين ما منا شعره. يلا خلينا نتوكل. ويلي حتى هناك ازدحام. نانا العم جاب العكس. عود البارحه لعبنا حجره ورقه مقص. بحش لعبنا البارحه. ايش لعبنا؟ ورقه مقص بس ما يخلينا قدي بشبك وربكم مبجي. كبير يلا ساعتين وداع بلج. عادي انا احب السعادة وحب النزلة بصراحة بس. يلا يبا بدو اللي يضحي. خلصت بين ساعة النزلة. ما كوكي بعدنا يا الله. ما اتمنى والله. الطيارة مو مال ابوك. ولا قعد ولا قعد الناس اللي وراني يقول اتمنى انه يبقى هيتي. متفاجئ هو وين؟ ما بقى اسوي بنروح بقى شو تسوي؟ هو تبكي انا محل. اقعد اصيح على الناس. لك اقعد بده شنو بده؟ بده يسحب واحد واحد يسحب عليهم الطياره. اقعد ما اجتماعي. بابا بابا بابا
الموضوع. وهاي اللحظات الحاسمه واللحظات الكل اللي يحبها راح نتوكل يا رب يوصل بالسلامه. هذا شيء اتمناه من الجميع مو بس انا. حماس ما نبقي مكان ما اروح له. انا النونو ما تتحزن. هلا هسه احلى شيء بالطيران صراحه هو الاقلاع والبيز. ما احب الازهار اصلا. بس شوفوا لي الشايب مالتنا شلون نايم. باجا نايم. بديت الحلو مالتنا. ما يعرف وين رايحين. عراق وراح يروح للعراق. بس شوفوا لي ايش نزلوا. انا طبعا جيت على فاتحه بس قلت المريض دجاج لانه هنا كل شيء حلال. الاشياء عراقيه من انا احسن. هو الوجبه عراقيه. احسن يقول لي تبيع لنا الوجبه ما تجيب لو على ذبح رقبه. مستحيل. يلا هاي وجبات. يلا جد المونتاج العربي. واخيرا شفت هاي. ايش قد دورت عليها بالامازون بصراحه ما لقيت هذا الحجم. الله بعد كتاب الكرديه. الله الله الله. واحسن زين عندهم انا اعطيتهم من اولي. بس نفوت نسبح. لا وربك. ما بدي. اويلي بشوف. واو. وصلنا طبعا. راح اروح بهاي الباصات للمكان الرئيسي مالتهم. يلا هلا والله. بدنا ندور على نت بدنا نلقى بصراحة. هلا والله. ايش بدك تحس؟ يقول لي شعور. صدق والله شعور مو طبيعي بصراحة. الحمد لله وشكر بعد هاي الفترة كلها ورجعنا نشوف بلدنا. مو بس هيك وصلنا الحمد لله. انا هسه حروح وين؟ انا راح اروح لابن عمي. ابن عمي اللي كان يمنا بالماني قبل فترة. هسه احنا راح نروح يمنا هاي الفترة وانتظروا الجاي. الجاي الجاي قوي قوي. يلا هلا والله. هلا والله. كوكو وصلنا. هلا 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 هلا. باشارة حطينا صاري. حلو نام بالطيارة. يمكن الطيارة خمس ساعات هو ثلاث ساعات نايم. نايم اوكي. فما يعرف هسه وين هو. لك بابا انت اسمك عمر وهسه احنا بالعراق. هسه احنا وين؟ بالعراق باقليم كردستان. راح تكون سفرة حلوة وياك. وين راح نشوف متابعين ان شاء الله. اكيد اكيد. شنو والله بعد؟ ها الناس هسه راح تسالنا انتم شنو الوضع؟ شلون سافرتوا؟ حبايب انا بصراحه بهالوضع هذا انه ما ننصح تمام؟ ان الناس تسافر بهالوضع هذا، ليش؟ شوي صاير هوايه امور بالمانيا صعبه. فبس احنا سافرنا لان احنا عندنا يعني عندنا سبب كلش كبير قوي اوكي؟ وعندنا مواربك. يمكن ذاك قرايبك ابو السياره العاليه ذيك. اعتقد بيجي ذاك هو جبراهيم. اجا ابن عم. اجا الله شلون سياره هاي شنو؟ هياتي اجا ابراهيم قرابه حسين اللي راح ياخذنا. روحي كم من يوم وراها نطلع البغداد ان شاء الله. يلا بدلنا وكملنا وهسه طلعنا نروح نتعشى. اول عشاء لنا وين؟ بالعراق بردي. اوكي تمام. يلا يلا هنا مجموعه من المطاعم شيء كلش حلو. فنزلنا من السياره وراح نروح نشوف شنو ناكل. شنو هسه يحيى ونايه وين ماخذينه؟ وين راح تودونا؟ احكي لا تصير لوتيه. يحيى وين تاخذنا؟ الشارع الغزالي. الشارع الغزالي مو؟ يلا هسه راح نروح نتعشى. اول عشاء لنا بأرضي. يلا نروح نشوف شنو العشاء. اوكي يلا توكل. يلا طبعا شوفوا الاجواء بالليل. هيك وقت بالليل احنا شنو؟ نايمين يابا نايمين. شوف الاجواء ما شاء الله الشارع كلش حلو ويابا صدق الايام الجايه حتصير ان شاء الله كلها حلوه
وراح تتابعونا اكيد وفيديوهاتنا راح ننقلها من كل مكان. يلا يحيى. الله مع الشاحنة. يلا امشي. حاب شوفوا لي هاي السوالف المتقدية هناك، ترتيبات هيفاء بوغي التشيبس العراقي هذا. فأنا اشتريناه من هذا الكشك بجد حلو. و عاشت ديها ام يحيى تمام، دابت ان هذا التشيبس الطيب. يلا يلا نقول يا الله ونجرب هاي الأكلة ويا الصلصات مالتها. طبعا هذا المحل بريطاني اصلا. قول يلا انا هيفا بلشي لان جوع طقنا زيني. احلى شيء قلت له لسه حسين خلص كل شيء نطلع وانا بوجهنا على الماركت. اول ما طبيت ادور وين الايس كوفي، طبعا هذول الاعلاميين بالعراق المشهورين اشوفهم مسوين اعلانات عليهم، وانا ايس كوفي وانا فريزو ادور اصيح وين الكالكسي واكل واشرب ما اقدر. فمن هنا ارجع لالمانيا ان شاء الله بخير سلامه. يحتاج قص معدة. لا يحتاج قص معدة من ترجعين. وبالنسبة للإعلان تقدرون تتواصلون معنا عبر الرقم الموجودين هنا، وما يصير خاطركم إلا طيب. تحياتي لكم. لك عيني الصباح الأول في أربيل. طبعا هسه احنا موجودين قلت لكم مثل ما قلت لكم يم بيت عمي، اوكي، في الحديقه الحلوه ما شاء الله، والاجواء والشمس احكوا لي درجه الحراره هنا اكثر من تقريبا 30 اليوم، اكثر من 30 ومصيفين للاخير. اوكي يا ابو هنا الحديقه الحلوه، خلينا نطلع ويا ابن عمي نروح، اكو شغله كلش مهمه لازم نشوفها. مبدل وكاشف الله 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 الله. يلا يا ابو خلينا نطلع نروح ويا ابراهيم الغالي. طبعا اعرفكم ابن عم الغالي ابراهيم فدوى قلبك. طبعا احنا اربيل برعايه ابراهيم حتكون زين. هسه راح نروح نشوف التجهيزات الموجوده عند ابراهيم، تجهيزات ممكن راح تتفاجئون بها. خليكم بهذا الفلوق نشوف شنو عنده ونصور لكم اول باول. طبعا هذا المجمع اسمه ابراهيم اسمه ماس سيتي. مع المجمع ما شاء الله المجمع كلش حلو، مجمع ماس سيتي. اكوك اليوم مفتاح هنا. هسه طبقنا السياره هنا ورحنا نشوف المحلات مال ابن عم ابراهيم. اوكي هيفاء يا هيفاء جتنا. كل شيء يخص الطبيه بالمختصر تجهيزات طبيه طبي. مفرد وجمله اشياء كلش حلوه راح تستفادوا من عندها. هيفا جابتنا على شغله هي اللي تجي ببالها. اوكي تعال خلينا نشوف وراح نخليكم الارقام مالتهم، اللي يحتاج شيء عندهم اكيد راح يقدر يتواصل وياهم ويوصلوا لك بكل مكان بالعراق. خلينا نشوف. يلا خلينا نشوف شنو جوه. استاذ ابراهيم الغالي جاب شلونك اليوم احنا يمك فدوى قلبك. الله يخليك. احكي لنا شنو الموضوع وشنو الاشياء اللي ممكن توصلها لكل العراق. مثل ما قالت هيفاء عندنا هاي الوكاله مال بوينت اللي هي عباره عن مشدات مال الكسور ومشدات مال البطن، وعندنا وكاله ثانيه اللي هي الاورافكس يعني هاي مشدات مال وراء عمليات التجميل. هاي الوكاله خاصه بكم؟ كل وكالاتها خاصه بينا، وعندنا الملابس الطبيه ايضا، وعندنا جهاز السكري الفيفا تشيك كمان وكاله خاصه بينا، عندنا يعني فرع بغداد وفرع باربيل. حلو يعني الناس بالحارثيه وباربيل باربيل بشارع طبعا. هنخليهم العناوين والارقام تقدرون تواصلون وياهم، يعني حتى الشخص اللي عنده محل صغير ممكن يستفاد من عندهم حتى ياخذ من عندهم مواد بالجمله. اوكي هذا المشد اللي انا قلت لكم عليه بنات، هذا يشدش من فوق لجوه. هاي شنو هذا؟ مو مشد، هذا يشدش من فوق لجوه. هذا مو مشد يعني اللي مثل لبستي لابسه وعدها بطن تلبس هذا يختفي الكرش. شوفي هاي الوكاله خاصه بهم. اوكي تمام، باعوا من فوق لجوه، باعوا هيك يجي، طبعا يجي باحجام وقياسات واشياء، طبعا الكواليتي مالته يجنن. انا لو اعرف هيك اسوي نحت ربك. هذا ما يحتاج نحت. اوكي هذا ما يحتاج نحت، هذا ها يشد يعني كلش قوي يشد. هذا موجود هم عندهم جهاز كلش حديث. اوكي القياس السكر وكل شيء مثل ما قاعد تشوفون، كل شيء تحتاجوه التجهيزات الطبيه موجوده هنا. طبعا هذا الجهاز يجنن، احنا عدنا من عنده، هذا يسوي مساج من فوق لجوه. والله هذا استخدموه ما نقصوا من شيء رهيب. والقران احنا انا ما جايبته منها بصراحه من المانيا. كوشنات مال فقرات
ها مثلا كوشنات جيلاتينيه مال حرفي وفقرات و... والعمليات يستخدمها. حلو هذا هذا وهذا هذا دائري وهذا حرفي. حلو هذا عنده استفسار او شيء ممكن هم يساعدوكم بالاشياء اللي تحتاجوها انتم. اوكي وبس تقولون لهم طرف حسين وهيفا التعامل راح يصير كلش حلو. جماعة الطبية عندهم هنا كل الألوان، صراحة أنا ما أعرف هالألوان شنو، بس أعرف مال دكتورة، وعندنا هذا بألمانيا مال عمليات وهذا مال عمليات أكيد يكتب هنا، ما أعرف شنو هنا، فهم أنا كلهم متوفرة. ها أسعارهم كل زين طبعاً والله، مو لين يعني بيت عمي ودا لأنهم معروفين إن أنا بالسوق أصلاً ما يحتاجون إعلان، يحتاج إعلان أوكي، بس الأشياء اللي يشتغلون بيها طبعا كله جوده عاليه، وحتى توقع يجون لالمانيا حتى يوفرون اشياء اللي موجوده بالعراق. صحيح. مثلا هسه هاي راح البسها وراح اصير لكم طبيب، وانت اصلا شكلك ما الدكتور تبي طبيب لا خلاص هنا انا كل شيء يصير. حسين اريد اسوي لي نحت عليك النبي. اي ابراهيم قلنا انا بس ما عندهم عمليات ما النحت لا مو هذا طبيب لو مو طبيب طبيب يا ابن طبيب. هذا المشهد مال الولاده انصح اي وحده يكون عندها طبعا ورا الولاده هذا فشي، وانا وحده من الناس استخدمته، فاللي ما عندها تشتري وتوفر عندها بالبيت. طبعا هذا الدوشه همينه، هاي الناس اللي مسوين عمليه المقعدين اوكي على المتقرحات لا تطلع، فيستعملون هذا الدوشق، فهذا همنا ممكن يفيد هواي ناس يحتاجوه.